بداية لابد أن أشكر باسم وباسم الأمانة العامة اتحاد النحالين العرب فرع جمهورية مصر العربية الشعب الليبي العربي بقيادة الأخ العقيد معمر القذافي الذي آمن بالوحدة والمشاركة الشعبية لتعظيم المواطن العربي واستقلاله وتحرير إرادته. أشكركم على استضافتي في اليوم الخامس على أرض الجماهيرية، أشكرهم على حسن استقبالهم وكرمهم، كما أشكر القائمين على تنظيم هذا المؤتمر بقيادة الأخ المهندس السوري الحراري، كما أشكر جهود الأخ عطية الهمالي رئيس جمعية مربي النحل بسر على إصراره الواضح لإنجاح هذا المؤتمر. أما بعد، أريد أن أقدم كلمتي محددا الهدف الذي نؤمن به والذي اشرف بعرضه على حضراتكم، كما اعرض جهود الامانه العامه لاتحاد النحالين العرب وكذلك فرع الامانه بجمهوريه مصر العربيه لتحقيق هذا الهدف. وايضا نستعرض مؤشرات نجاح الامانه بالارقام في تحقيق اهدافها، واخيرا نعرض على جهود امانه جمهوريه مصر العربيه في تعظيم العائد من طائفة نحل العسل، وكذا الدور الاجتماعي والثقافي والعلمي لخدمة النحالين في مصر، وكذا دورها في حماية المستهلك لمنتجات نحل العسل. أما بعد، كان جون موني رجل اقتصاد فرنسي يسعى لإقامة اتحاد بين نقابتي الفحم والصلب في كل من فرنسا وألمانيا، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية، وكان هدف موني هو تعظيم العائد من هذه الصناعة، وقد كانت هذه الفكرة هي نواة لإقامة الاتحاد الأوروبي الحالي. وعندما اكتشف العالم الأمريكي لانجستروس المسافة النحلية وبناء عليه صمم خليته المشهورة ذات الإطارات، كان هدفه هو تعظيم العائد من طائفة نحل العسل. وعندما أنشأ الدكتور أحمد زكي أبو شادي رابطة مملكة النحل في مصر عام 1928 ميلادية كأول منظومة أهلية تعمل في مجال نحل العسل، ثم عمل من خلالها على نشر خلية النحل الحديثة بدلا من الخلية المصرية المصنوعة من الطين، كان هدفه أيضا هو تعزيم العائد من طائفة نحل العسل. من هنا نرى إن الاتحاد والعلم والمشاركة الشعبية من خلال منظومة هو سبيلنا لتعظيم العائد من طائفة نحل العسل. ولذا كان دور الأمانة العامة من خلال فروعها في الأقطار العربية هو حشد النحالين والمتخصصين والباحثين والعلماء في تربية نحل العسل في منظومة واحدة متحدة عربية للاستفادة القصوى من أبحاث وابتكارات الباحثين والعلماء والخبراء، وكذلك لسهولة نقل المعلومات بين أعضاء هذه المنظومة، وأيضا لتنشيط التبادل التجاري وتسهيل مرور العمالة والخبراء فيما بينهم في هذا المجال. ونحن نؤمن أن حشد النحالين للانضمام لاتحاد النحالين العرب هو بداية لاتحاد قوي للنحالين في الوطن العربي من الخليج إلى المحيط، كما أن حشد النحالين للانضمام لاتحاد النحالين العرب هو تأمين لغذاء ودواء المستهلكين العرب من العسل وغذاء الملكات وحبوب اللقاح وسمغ النحل والشمع وسم النحل، كما أن حشد النحالين للانضمام لاتحاد النحالين العرب هو واجب وطني لضمان زيادة المنتجات الزراعية العربية ورفع جودتها، وكذلك المحافظة على أصول النباتات البرية العربية بسبب تلقيح النحل للنباتات. أما آلية العمل لتحقيق الهدف هو المحافظة على إقامة المؤتمر ودورية انعقاده كل عامين في قطر عربي، المحافظة على إصدار مجلة نحل العسل دوريا والتي تتحدث باسم النحالين العرب، إصدار موقع إلكتروني للنحالين العرب ودعمه ليصبح المرجع